السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يومكم كله سعادة وهنا ورضا من الرحمن، اللهم أمين. ست الحبايب يا أغلى حبيبة في الدنيا، مع بعض النهاردة في حلقة جديدة ويوم جديد وأسبوع جديد، كل وصفات من طلباتكم قيمته وإن شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. النهاردة بقى مع بعض عاملين حلقة من أكتر الوصفات اللي انتوا عارفين طبعا تبقى قريبة جدا جدا لقلبي. حبايبي اللي معايا من زمان عارفين الحلقة اللي بنعمل فيها كلها أسماك بتبقى من أمتع الحلقات اللي بنشتغل فيها بوصفات الأسماك. مش بس كده، ده انتوا كمان في الأسماك بالذات طلبتوا في اللايف بتاع الأسبوع اللي فات بتاع يوم الأربع اللي فات، طلبتوا وصفة جمبري معينة، الجمبري البتر فلاي أو الفراشة اللي بيبقى مفتوح بالفراشة والصوص بتاعه فيه طعم الزبدة والليمون اللي بناكله في المطاعم وبنبقى مش عارفين ده بيتعمل إزاي، ولو عملته في البيت هيديني نفس النتيجة الحلوة دي ولا لأ. فالنهاردة هتبقى أول وصفة معانا، بما أننا بقى يا أستاذ أحمد أول الشهر، احنا اول الشهر، فممكن بقى ايه نروح جايبين نص كيلو جمبري كده ونعمل الوصفة الحلوة دي وننافس بيها المطاعم ان شاء الله. اول وصفة النهاردة هتكون معانا الجمبري البتر فلاي. تعالوا نقول المقادير وبعد كده ندخل على التحضير ونطلع كل الاسرار بتاعتنا والتكات الخاصة بينا في عمايل الجمبري البتر فلاي. انا محتاجة جمبري طبعا نص كيلو، كيلو الوزن اللي يعجبك. الطبق ده يا جماعة شكله بيبقى شيك قوي وطعمه فظيع وجميل في العزومات. لو عندك عزومة وعاملها عزومة أسماك، طبق الجمبري اللي هنعمله النهاردة ده البتر فلاي ده لازم يبقى أساسي معاكي في عزومة السمك إن شاء الله. بعد كده عندي بصلايه خضراء بالعيدان الخضراء بتاعتها، ما عنديش، هتبقى بصلايه عاديه جدا مفرومه عادي البصل العادي. بعد كده في ثوم مفروم وشبت، طبعا الشبت حبيب السمك، اي اسماك حطي فيها شبت وانت مغمضه، وعصير ليمون وكوبايه بس من كريمه الطهي او هنقول البديل بتاعها برضو واحنا شغالين، ملح وكمون وكزبره وزعتر، جنزبيل بودر وزيت ومكعب زبده. ممكن اشتغل في الوصفه بتاعتي كلها بالزيت لو انا ما عنديش زبده، بس هو الاساسي بتاعه او الاساسي اللي بيتقدم في المطاعم بمكعب الزبده، لان هو اصلا الصوص بتاعه اسمه ايه؟ اسمه زبده وليمون. يعني دايما تقولي يا اما عايزه الجمبري بالزبده والليمون او تقولي الجمبري البتر فلاي. دي المقادير بتاعه وصفتنا النهارده، وطريقه التحضير كمان سهله جدا. اول حاجه عندي كوبايه الكريمه، دي ممكن استغنى عنها خالص وهيبقى البديل بتاعها كوبايه لبن ومعلقه دقيق كبيره مش مليانه، ولو عندك قشطه او وش اللبن حطي برده معلقه، ده كده بديل كريمه الطهي. تاني بديل كريمه الطهي الجاهزه قدها بالظبط كوبايه لبن، عليها معلقه كبيره دقيق ممسوحه مش مليانه، وعليها معلقه قشطه اي نوع، وش اللبن قشطه بلدي قشطه الشركات اي نوع قشطه على كوبايه اللبن، ودوب كله في بعضه وهتبقى بديل الكريمه كريمه الطهي بتاعتي النهارده او الكريمه اللباني. خلاص كده دي اول حاجه. تاني حاجه تعالوا نشوف الجمبري ليه فتحه معينه من الظهر، الجمبري الجامبو. اوعوا تنسوا اللايف، عندنا اللايف يا جماعة موجودة على صفحة قناة هي، مكتوبة كده على الفيسبوك الصفحة كلمة قناة هي بالعربي وجنبها هي بالانجليزي، دي حاجة. التاني حاجة اللي هيدخل على لايف دلوقتي ما تنسوش تعملوا لايك ومتابعة للصفحة عشان أول ما نطلع لايف على طول إن شاء الله يوصل لكم الإشعار، تلاقي كده الموبايل بتاعك نور كده بيقولك الحقي الحقي هلا موجودة على الهوا دلوقتي في ست الحبايب واتبعي معانا على اللايف على طول. غير إن احنا دلوقتي مع بعض على الشاشة من السبت الخميس الساعة 12 بالظبط ست الحبايب على قناة هي، يبقى دلوقتي اللي بيتابعني تابعوني من الاثنين، من الشاشه ومن الموبايل. اللي على الشاشه عندكم ارقام التليفونات اهي، يلا اتصلوا بيا، يلا صبحوا عليا وصبح عليكم، ولو ليكم اي سؤال ارد عليه. اللايف بنسال دايما اسئله واحنا شغالين، بستنى تكتبوا لي في الكومنتات الاجوبه الحلوه بتاعتكم الذكيه جدا جدا، وبنقول الاجابه الصح باسم اصحابها. يلا تابعوني بقى في الاثنين. تعالوا بقى نشوف دلوقتي هنعمل ايه في الجمبري الجامبو. يا فرحتنا بقى كده واحنا ايه عاملين جمبري جامبو النهارده. يعني بص يا استاذ احمد، انت لازم تورينا الصرف، لازم الصرف يبان النهارده يا جماعه. عارفين ليه؟ قولوا لي ليه، قول لي ليه، عايزه سبب مقنع، قولوا لي ليه، عشان احنا اول الشهر بس.
احنا عامله الجمبري دي اول الشهر كده، ايه اعمليها يوم كده. تعالوا بقى نشوف، بصوا هنفتح الجمبري ازاي. ده الجمبري الجامبو، بسيب الراس، كل الطعم وكل الخلاصه الحلوه كلها والتطعيمه الحلوه في الراس. الناس اللي بتشيل راس الجمبري هتخسروا طعم حلو جدا. يعني احنا دايما اي شوربه سي فود او اي شوربه جمبري بنغلي الراس دي في الميه ونصفيها، وبعد كده ناخد الشوربه اللي بنطعم بيها اي حاجه فيها سي فود. معنى كده ان كل الطعم الاساسي والفليفر الحلو بتاع الجمبري موجود في الراس يا جماعه. وما بنفتحش الراس، انا باجي بعد الراس كده هنا بشويه وبروح جايه قصه الاول. القشره طبعا بتاعته بتبقى تخينه شويه، اهي بمشي كده بالمقص بالشكل ده لغايه الديل، وما بقصش برده الديل عشان نفتحه فتحه الفراشه كده. دي كده القشره ماشي. بعد كده هلاقي عندي ايه اللحم، هنجيب سكينه صغيره خالص ونشيل نفتح اللحم ونشيل الكيس الرملي اللي هو بيبقى الخط الاسود اللي في ظهر الجمبري ده، لازم يتشال. ليه بنقول عليه لازم يتشال؟ كفايه اسمه كلمه كيس رملي، يعني ده بيبقى كله رمله بيقرقش لو فضل موجود في الجمبري. فانا الاول بقص القشره بالمقص لانها طبعا بتبقى قشره تخينه، وبعد كده بفتح في اللحم بالشكل ده. وده الكيس الرملي بقى يا استاذ احمد اللي هو الـ 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 الحبل الاسود ده، الخط الاسود ده، بصوا اهو شوفوا، اسحبيه بقى كده بالراحه اهو. ده اللي لازم يتشال في الجمبري، ده اساسي معانا اهو. تاني اوريكم التاني اهو، بقيته بصوا اهو، ده اللي لازم يتشال، ده اللي باسمه الكيس الرملي. هنفتح اكتر، ما بنجيش عند الراس وما بنجيش عند الديل، وبشيل الكيس الرملي بالشكل ده اهو. بعد كده يا جماعه الجمبري بيتغسل بميه ساقعه. انت متخيل بقى يا استاذ احمد انه ما ينفعش يتغسل غير بميه ساقعه عشان ما يتبلش، عشان ما يتبلش ويفضل بشخصيته. وانت عاجبك كلمه شخصيته دي، عشان يفضل فعلا بشخصيته ما يتبلش مننا ولحمته ما تتهدرش. انتوا عارفين لحمه الجمبري قد ايه طريه ورقيقه جدا جدا. وبعدين من الاخر يعني احنا مش كل يوم هنعمل جمبري، فلازم يعني نحافظ عليه على قد ما نقدر يعني. فانت بقى هتعملي الجمبري، تروحي جايبه شفشق حلو كده مليان ميه وحطاه في الثلاجه يسقع. بعد كده اشتغلي بقى ايه، اغسلي بيه الجمبري. بصوا يا جماعه بالراحه كده، اي خط اسود بصوا اهو، شايفين بسحب ازاي؟ بس كده اهو. عشان كده اتسمت الفتحه دي فراشه، عشان بيبقى بالشكل ده اهو. شفتوا ازاي الديل اهو ماسكها والراس اهي ماسكاها ماشي. وهنحطها كده وناخد الباقي بسم الله برضو كده. اللي مش مفتوحه كويس نفتحها. على فكره موضوع فتحه الجمبري دي مهمه جدا جدا، يعني مش قادره اقول لك قد ايه، لان هي دي اساس اسم الوصفه النهارده اهي كده. افتحيها بس كده، خلي كده ايه الجناحات دي تريح من عند الديل كده ومن عند الراس ماشي اهو بالمنظر ده. تاني كده برضو اللي مش مفتوحه كويس لغايه الديل كده، بنقصها كده بالراحه. طبعا ده مقص الاكل، ده المخصص في المطبخ، وما يتهريش منك ابدا ابدا لو غسلتيه بميه ساقعه بالشكل ده. استاذه فتحيه اهلا وسهلا. ازيك يا شفهالة؟ ازيك يا حبيبه قلبي، صباح الهنا. إيه؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ وحشتني قوي قوي والله. وانت يا قلبي والله ما تغيبيش عننا ابدا. الله يخليك واديك الصحه يا شفهالة. الله يكرمك، تعيشي تعيشي، ربنا يخليك يا حبيبتي، ما تحرمش مني. نهارك عسل. زي العسل انت والله، ودايما دايما منورانا يا حبيبتي. الله يخليك يا تعيشي يا قلبي، تعيشي، نورتيني. بصوا انا بشوف كده ايه، حتت الديل كلها مش واصله للاخر، لا احنا بنوصلها للاخر ما عدا الديل نفسه. يبقى احنا كده يا جماعه بنقص الجسم من عند من يعني من فوق الراس لغايه قبل الديل بشويه. دي عايزه بقى تتفتح كويس اهي بالراحه كده تمام. وبعد كده لو تلاحظوا انا بفتحها بالراحه خالص خالص بايديا، قليل قوي قوي لما بستعمل السكينه. اي كيس رملي كده يتشال بالشكل ده اهو. يلا ونروح رصينه كده ونفتح كده الجناحات عشان اوريكم دلوقتي هنشتغل فيه ازاي. سهله جدا جدا، بس يا جماعه هتنافسوا بيها المطاعم
الوصفه بتاعتنا النهارده دي بالتتبيله ما شاء الله، والخطوات الشغل هتعجبكم جدا ما شاء الله عليها. وزي ما قلت لك نص كيلو بقى كيلو على حسب مقدرتك، كل واحد ومقدرته. واحنا طبعا مش كل يوم بنعمل جمبري، فلازم نعمل وصفه محترمه بقى ونعمل وصفه المطاعم، ولا يعني نروح نشتريها من المطاعم وبس، لا نعملها في البيت كمان، نعملها في البيت احلى. نيجي نسال كده استاذ احمد هيعمل الوصفه دي في البيت ولا لا في اول الشهر يا استاذ احمد؟ في اول الشهر في اول الشهر فلته كده مره كده يعني ايه. يلا اهو بصوا كده مين بيقول ايه. ماشي يا اسامه، بصوا نفتح بقى كده برضو، هسيب حته الراس. بص يا استاذ احمد المقص منين؟ سايب انا الراس اهي، ماشي باجي قبل الراس بشويه واروح فاتحه كده بالشكل ده، امشي كده معاها بصوا كده 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 اهو لغايه الاخر، الاخر اللي هو قبل الديل، بس اخري هنا الديل اهو، يبقى انا بسيب الديل وبسيب الراس ماشي، واجي كده بالراحه افتح في القشره وبعد كده اروح مكمله بالسكينه. خلي بالكم عشان دي اخر واحده معانا. نهله كتبت لنا على اللايف وبتقول انا بهدي الجمبري ده لولادي، اسمهم ايه تاني يا نهله؟ مي ومنه، ربنا يخليهم لك يا حبيبتي، وهديه مقبوله. كده انا بشيل، طب ما حدش بيهدي لي انا الجمبري يا جماعه، انا بقى اللي بهدلكم الجمبري لكل متابعينا وحبايبنا. اهو يا جماعه ادي شكل الجمبري، هنفتحه كده اريح كده اللحم بتاع الجمبري بالشكل ده، بس هو كده جاهز معايا، واتغسل زي ما قلت لكم بميه ساقعه من الثلاجه عشان يصحصح معايا ولحمته ما تتبلش ابدا. ونشوف بقى دلوقتي هنكمل خطوات الجمبري ازاي مع بعض. سهله جدا جدا يا رانيا. اهلا وسهلا. صباح العسل. صباح الهنا والسعاده يا قلبي، ازيك يا رانيا؟ كيفك فينا؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله، اخبارك ايه؟ كويس الحمد لله، تسلم ايدك. تعيشي، شفتي الجمبري؟ انا جايه اقول معاكم النهارده. يلا يا باشا، ده احنا عاملين وليمه سمك النهارده. يلا بينا. على كل اللي بتعمليه. تسلمي يا حبيبه قلبي. والله يا شيخينا انت المفروض تاخدي لقب معبوده الجماهير. يا نهار ابيض، حرام عليكي. لا ما لا والله، ده انت الناس كلها بتعشقك الصراحه. يا حبيبتي يبقى حبايبي بس، مش اكتر من كده. ربنا يديك الصحه ويحسن ما بين ايديك. الله يخليكي يا حبيبتي، تسلمي لي يا قلبي، تسلمي لي. بصوا بقى هنعمل ايه. اول خطوه معانا مع الكينج الحلو ده، اول حاجه بايديكي كده رشة ملح على الجمبري، رشة كده ايه بسيطة كده تمام. بعد الرشة البسيطة دي هروح واخدة برضو رشة زيت كده على الجمبري، وبالفرشة ولمع كده ايه اللحم بتاع الجمبري من جوه بالملح كده، يبقى الملح والزيت مع بعض كده تمام. خطوة خطوة الدنيا هتبقى عسل وسكر ان شاء الله. وبعد كده عندي طاستين على النار، لان ما عنديش طاسه كبيره، وانا محتاجه كل واحده جمبري اديها الصدمه بتاعتها مفتوحه بالجناحات كده، فعشان كده انا حطيت طاستين مع بعض، كل طاسه منهم احط فيها شويه زيت كده، وهنحط مكعب زبده. وادي المكعب ده نقسمه على اتنين كده اهو ماشي. يبقى دي اول حاجه معايا، ان انا حطيت زبده وزيت في الطاسه. بعد كده هنجيب معلقه معالق الخشب بتاعتي اللي ما بلاقيهاش ابدا، شكرا جزيلا. ندوب كده، عايزه الزبده والزيت دول يلفوا لي في الطاسه كلها. طب اللي ما عندوش زبده عادي اعمليه بزيت بس، بس طبعا انا بعمل لكم دايما الوصفه يعني عارفين اللي هي من الاخر بالبلدي كده بيتقال ايه على ابوها، يعني الوصفه زي ما بتتعمل في المطاعم بالظبط كده. وبعد كده هروح جايبه جنبي هنا الجمبري، وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. هاخد واحده واحده بسم الله مفتوحه كده، اروح حطاها ناحيه اللحم الاول عشان ما يقفلش على بعضه، واديها صدمه كده عشان انا عايزه الجمبري يفضل مفتوح الفتحه اللي احنا عملناها له دي كده، الفراشه البتر فلاي. ايوه كده، وادي التانية يا ام مصطفى اهلا وسهلا.
ازيك يا شيف هالة؟ ازي حضرتك؟ عامله ايه يا قلبي؟ اخبارك ايه؟ وحشتيني والله. وانتي وكلكم حبيبتي. وانتي طيبه. وانتي طيبه يا حبيبه قلبي. منوراني والله. انت اللي منوراني يا ام مصطفى والله. تسلمي يا قلبي. يخليك يا شيف هالة. وحشتيني قوي والله. ايه رايك في وصفه الجمبري؟ جميله والله. تسلم ايدك. مره بقى اول الشهر بقى. انا الصراحه ما جربتهاش قبل كده. انا على طول باجي بقى اسم بس ان شاء الله هجربها. لا يبقى لازم تجربيها بقى ان شاء الله. لا ان شاء الله هجربها قريب. عايزه والنبي طريقه الفينو بس بطريقه بسيطه كده. طريقه ايه؟ مقادير كويسه. الفينو؟ لا انت تدخلي بقى على اليوتيوب على قناه هي هتلاقي وصفه الفينو. احنا لسه عاملينها قريب. ما انا مش عايزاه المحشي، انا عايزاه ساده. هو بالظبط. هو بس هو يعني هو محشوش. يا حبيبتي هو بالظبط. ماشي. انا والله سعيده اول ما سمعت صوتك النهارده. الله يخليكي نورتيني يا حبيبتي والله نورتيني. بصوا بقى كده يا جماعه، يا دوبك ياخد لون خفيف جدا. يلا يا باشا بصوا. صح كده. طبعا بيبقى سخن مولع. دايما حافظي على فتحه الفراشه دي، الجناحات دي اهي. احنا هنا يا جماعه مش بنسويه، انا بديله صدمه بس ولونه يغير معايا بالشكل ده. بصوا اهي كده، شايفين بسيسها ازاي؟ تاخد الصدمه وعلى قد ما اقدر تفضل الجناحات بتاعه الجمبري مفتوحه كده بالشكل ده اهو. الطبق ده يا جماعه لما يخلص شكله لوحده ما شاء الله عليه حكايه، باذن الله هيعجبكم جدا ان شاء الله كده. وهنا نفس الحكايه برضو، نقلب كده ولما اقلبه اضغط عليه كده عشان ما يقفلش تاني الجناحات، ما تقفلش تاني. نقلب تاني. الله على الريحه اللي طالعه. على الرغم ان احنا ما اديناش اي حاجه، احنا يا دوبك ادينا بس ايه ملح وادينا زيت مش اكتر من كده، بس ريحه الجمبري طبعا وريحه الراس، طالما الراس موجوده تعرفوا ان انتوا هتاخدوا احلى طعم واحلى ريحه ان شاء الله. في حد معانا على التليفون او حبايبنا على اللايف؟ فين؟ قولوا لي. يلا يا حبايبي من الجزائر ومن تونس معانا على اللايف النهارده، نورتوني. ايمان بتقول انا بهدي الجمبري ده لعيد ميلاد جوزي النهارده، جه في وقته. كل سنه وهو طيب يا حبيبه قلبي، كل سنه وانتوا دايما دايما مع بعض بصحه وسعاده، وربنا يحميكم ويحفظكم يا رب. اللهم امين. اول طاسه خلصت معايا، هروح على طول طافيه النار. شكرا. اما بقى دول هم دول الخلاصه كلها بتاعه الجمبري بس كده. وبعدين بقى ايه، نطلع الباقي. ما تقرصيش عليه في التسويه عشان هو لسه هيكمل سواه في الصوص الحلو اللي هنعمله. يا دوبك صدمه كده بالجناحات الحلوه دي، اول ما لونه يغير ياخد اللون الاورنج الجميل ده خلاص. شكرا. طب يا شيف ده انا حاسه ان هو لسه ما استواش. ايوه ما هو ده المطلوب، احنا مش بنسوي، احنا بندي صدمه فقط. ماشي. بعد كده مكان الجمبري بقى على طول هننزل بايه؟ زي ما قلت لكم بصل اخضر. انا وطيت بس درجه الحراره شويه كده، بديل البصل الاخضر بصل عادي. وهنزل كمان بثوم مفروم ونقلب. قولي لي معلش يا منى. يا ام احمد اهلا وسهلا. يا ام احمد ازيك؟ طب كلميني تاني يا ام احمد. بصوا كده، يبقى ده كده ايه، بصل اخضر والبديل بتاعه بصل عادي مفروم والثوم مع بعض كده. وبعد كده هننزل بالتوابل بتاعتنا. يا ريت يا استاذ احمد ننزل التوابل تاني. يلا بينا. يلا انا بحط التوابل كده كلها على بعضها، واستاذ احمد هينزلها لكم تاني دلوقتي. يا نهار ابيض يا جماعه على الريحه اللي طالعه ما شاء الله بجد. وادي كمان شويه ملح. الخلاصه بتاعت الجمبري عامله ريحه حلوه قوي. وحطيت كمان ادي شويه كمون. استاذ احمد نزلها ايه؟ لا ده سمك الفيليه يا استاذ احمد. احنا شغالين في الجمبري، يعني احنا دلوقتي عايزين تتبيله الجمبري. بصوا بقى كده الريحه طالعه فظيعه ما شاء الله ما شاء الله، يعني حاجه حكايه بسم الله ما شاء الله. اول ما نوصل بقى للمرحله دي كده وكل حاجه اتشوحت كده معانا، هروح واخده الاول شويه ليمون طافيه بيهم الخلطه دي كلها. بصوا بس، وسيب الليمون ده بقى يغلي كده غلوه حلوه. انا طبعا هديت النار. شموا الريحه وهتدعوا لي على الوصفه دي.
المطاعم هياخدوها مننا الوصفه دي يا جماعه. على فكره حصلت قبل كده طبعا معايا كتير، وحصلت قبل كده على الهوا يعني في كذا حد مطاعم اتصلوا وقالوا فعلا فعلا ان هم خدوا الوصفه واشتغلوا بيها وعجبت الناس كلها يعني. ربنا يبارك للجميع. عايزه بس ابص على صينيه السمك. بسم الله، ها قربت لسه سيكه كده. نقلب الخلطه الحلوه دي، شربت الليمون تمام كده. هروح واخده بقى الكريمه، الكريمه اللي هي البديل بتاعها ايه؟ اتفقنا دي كوبايه كريمه طهي. البديل بتاعها ايه؟ البديل بتاعها قلناه. طب هقول لكم على حاجه، انا مش هقول البديل، اكتبوا لي. يلا اكتبوا لي البديل اللي انا قلته لكم في اول الحلقه، ومش هتعرفوا تجيبوا الحلقه من اولها وتغشوا علشان ده لايف. اللي بس مركزين معايا هم اللي هيعرفوا يجاوبوا على الـ السؤال ده. في الاول خالص قلت لكم بديل كريمه الطهي، لان دايما لما بنستعمل كريمه الطهي، على فكره انا من الناس اللي بتستعملها قليل قوي، الا بس لو الوصفه الاصليه لازم كريمه الطهي، زي الصوص بتاع الجمبري ده لازم كريمه الطهي، يعني احنا بناكله بره كده في المطاعم، فلما اجي اعمله لازم اعمله صح زي ما بندوقه بره واحلى كمان يعني. بس انا كمان قلت لكم البديل. يلا شوف يا منى مين من حبايبنا هيقول البديل صح. بصوا كده، اول ما الكريمه تغلي بس ايه غلوه كده مش اكتر من كده، هنروح مكملين على طول. يا دعاء اهلا وسهلا. الو، ازيك يا دودو؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ عامله ايه يا قمر، اخبارك ايه؟ الحمد لله، كل سنه وحضرتك طيبه. انت طيبه يا قلبي وكل حبايبك طيبين يعني. انا وانت يا حبيبتي يا رب. تعيشي يا قلبي. انا كان ليا سؤال ممكن؟ يا زي بعض، قولي. يا رب يخليك. انا دلوقتي عندي لحمه كتير. كويس. فما اجي اسلقها او اشوحها او اعملها اي حاجه، اللحمه بتتهري بس بتستويش. ايه ده يعني ايه بقى؟ ما تعرفيش والله العظيم، مش في حاله يعني. انا بسلقها وتبقى مهريه في الحله، تيجي تاكليها تلاقيها عامله زي الكويتش، الانسجه بتاعتها ناشفه بتشد تقريبا. هي انا كنت ذابحه في العيد، فدي اللحمه بتاعت الذبيحه يعني. كلها لقيتيها كده؟ كلها بالمنظر ده، لدرجه انا طلعتها بره حد يسويها لي، نفس المشكله حصلت. نفس المشكله. طيب سؤال بقى، انت ذبحتي خزنتي اللحمه ازاي بعد الذبح؟ انا عايزه بس السؤال، معلش انت اللي جاوبيني بقى. هو احنا ذبحنا سنة الساحده حوالي ساعتين ثلاثة وشلتها في الفريزر. بس بعد ساعتين ثلاثة يعني سبتيها متعلقة صفت خالص واتشمعت؟ وبعدين شلتيها صح كده؟ شلتها في الفريزر بالظبط. اكيد اكيد سبتيها اتشمعت. والله اصلا احنا يعني، هي تقريبا هي المرة دي بس، احنا كل مرة بنذبح تبقى اللحمة كويسة. هو تقريبا دي بحكاية كبيرة او حاجة فمش عايز تستوي. ممكن ممكن. فيبقى حلها ايه بقى؟ اللحمة اللي عندك في السلق، بصي هنعمل ايه؟ الميه تغلي كويس قوي. تمام ماشي، وابقى مظبطه طبعا، مظبطاها على انها شوربه بقى وكده. ماشي حلو. وبعد كده تروحي والميه بتغلي، انزلي باللحمه، بس اللحمه تفك ما تكونش متجمده. ما انا بعملها كده، انا بطلعها على الرف لحد ما تفك شويه خالص. تمام. وبعدين تحطي في الميه نص معلقه صغيره سكر. تمام، عشان ده هيضطر الانسجه بتاعتك. الانسجه. وبتحطي اللحمة في المية، بس الكلام ده بقى من بالليل عشان عايزة أعمل حركة معينة. اتفضل. أنا عايزاها تغلي كام غلوة بالمية بنص المعلقة الصغيرة السكر اللي فيها، وتطفي عليها وتسيبيها لبكرة. تمام، فاهمة قصدي؟ يعني أسلقها مثلا النهاردة بالليل، مش تسويها، احنا مش بنقول تسويها، تاخد لها مثلا نص ساعة على النار مغلية. بس وطفي عليها واسيبها، وتطفي عليها وتسيبيها. تمام. بالسكر، وبالسكر نص معلقه صغيره، عارفه معلقه الشاي؟ اي نصها، نصها بس، اوعي تعمليها مهلبيه. ايوه انا فاهمه. مهلبيه لحمه. بالظبط، ده الجديد كله عندنا. بالظبط كده. يا رب يخليكي. ماشي يا حبيبتي، نورتيني نورتيني حبيبه قلبي. وكده الجمبري بتاعنا خلاص عسل. بصوا يلا نقلب قلبه كده اهو. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض. فاتن وسوسو ودعاء جاوبوا صح على اللايف على السؤال بتاعنا. ومين تاني؟ دعاء، قلنا دعاء واسراء كمان. بصوا يا جماعه، اتمنى تعملوا الوصفه دي وتشموا الريحه اللي طالعه. ادي الجمبري بتاعنا البتر فلاي اتعمل في ايه؟ في 5 دقايق. فين الطبق الحلو بقى اللي انا مجهزاه؟ والله انا نسيت، انا كنت حاطه طبق كبير. فين لا فين الطبق المستطيل يا اولاد؟ تصدقي انا نسيت، انا كنت حاطه الطبق المستطيل فين؟
طيب اهو. لا لا مين ده؟ استني 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 استني، تعالوا نشوف الطبق الحلو ده يتقدم ازاي. اهو هناخد الجمبري كده، ونروح بقى ايه رصينه كده، مثلا تحتيه بقدونس ماشي، تحتيه رز زي ما انا عامله كده. بصوا الجمال بتاع الطبق اهو، ده اللي اتعمل. حاضر الحجز ابتدى. بصوا يا جماعه المنظر، بصوا الجمبري عامل ازاي، طبق فخم جدا جدا. وزي ما قلت لك لو انت عامله عزومه سمك، يعني انا من الناس اللي بحب جدا ساعات في العزومات لو الناس اللي معزومين عندي بيحبوا السمك، بحب كده اروح عامله مره كده عزومه سمك كده متحبشه فيها من كل حاجه. فيوم ما تعملي الحركه دي والعزومه دي لازم الطبق ده يبقى موجود عندك. بص يا استاذ احمد، فاصل ايه بس، جالنا جدا، ما خدش مننا وقت خالص. ويلا يا استاذ احمد بقى، جيجي يلا جيجي ابتدت تحجز اهي. مين على اللايف يا جماعه بيحجز معانا؟ يلا الف هنا وشفا ليكم جميعا. يلا دلوقتي بقى هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع بعض، لسه في عندنا وصفه سمك هتعجبكم جدا جدا ان شاء الله. فاصل قصير بس هو القناه دلوقتي. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل يا جماعه. الطبق ده مش عارفه بقى انا اعمل عليه سحب ولا اعمل عليه مسابقه ولا ايه، يعني الكل عايز يدوق منه. فقولوا لي اكتبوا لي دلوقتي على اللايف هعمل ايه، اعمل لهم سحب طيب نكتب بالاسامي كده ونسحب ولا نعمل ايه؟ بس قولوا لي، يعني مش عارفه والله بجد. يعني الف هنا وشفا للجميع يا رب، ولو كان بيجي والله كنت عملت الجمبري ده للكل، الكل حبايبي. تعالوا ندخل بقى على الوصفة اللي بعد كده، برضو وصفة جميلة جدا وشيك، وبرضو تنفع لو عندك عزومة أسماك، عندك عزومة سمك. عندي سمك فيليه، طبعا أكتر حاجة حلوة للفيليه قشر بياض، وانتوا عارفين طبعا ان الأسماك بتاعتي كلها أنا بجيبها من بورسعيد. كنت أنا وإيهاب الله يرحمه كنا بنسافر بورسعيد نجيب السمك سوا، ومن هنا كل اهل بورسعيد اللي ما بيفوتوليش حلقه ابدا، اهلي وحبايبي وحشتوني بجد، بقالنا كتير ما جيناش، فان شاء الله نجي لكم قريب. وتحياتي وكل احترامي لكل حبايبي في حلقه السمك الجديده في بورسعيد، السمك الجميل ده كله البلدي الاصلي، سواء الجمبري او القشر بياض الفيليه او كمان السمك المكرونه بتاع بورسعيد الاصلي. تعالوا نشوف بقى السمك القيم ده هنعمله ازاي مع بعض. اول حاجه السمك الفيليه انا هعمله صينيه في الفرن بشويه خضار كده وتتبيله، لو عندك مثلا ان شاء الله نص كيلو هيعمل لك صينيه بحالها محترمه. المقادير بتاعتنا ايه بقى؟ مقادير صينيه السمك الفيليه، عندي سمك فيليه اي وزن، بصل، طماطم، فلفل الوان وفلفل حامي وكرفس وشبت وليمون متقطع شرايح ودقيق وزيت عشان هنديله قليه كده خفيفه عشان ما يتهريش معانا جوه الصينيه. بعد كده التتبيله الاساسيه اللي هطعم بيها كل ده
ثوم مفروم وملح وكمون، وعندي كمان كزبره وشطه وبهارات وبهارات سمك وعصير ليمون وخل. دي تتبيله اساسيه اللي هي اللي انا قلت لكم عليها الاولانيه، دي تتبيله اساسيه للسمك كله سواء المكرونه او الفيليه. تعالوا نعمل الاول التتبيله الاساسيه بس عشان وقتنا. هنجيب كده بوله ونجيب معلقه ونعمل التتبيله الاساسيه بتاعتنا. ادي الثوم، بسم الله، ماشي، وشويه شطه كده يا ام زياد، وبهارات سمك يا ام زياد. اهلا وسهلا، ازيك يا ام زياد؟ ام زياد ازيك يا شيخ؟ ازيك يا قلبي، عامله ايه؟ الحمد لله، ازاي حضرتك؟ بخير والله، فضل ونعمه يا قلبي، تسلمي. انا عايزه اعمل اهداء. يلا يا باشا، تهدي مين بقى؟ هو عيد ميلاد بابا النهارده، فاقول له كل سنه وهو طيب. كل سنه وهو طيب وبصحه وسعاده، وربنا يخليه لكم يا حبيبه قلبي يا رب. شكرا تايسي، تسلم ايدك على الجمبري زي العسل. ايه رايك، شفتي طبق محترم قوي صح؟ جميل، انا ما جربتوش قبل كده بس هجربه. يلا جربيه واتصلي بيا بعد كده قولي لي بقى ايه طعم الصوص بتاعه عامل ازاي. جميل وزي العسل. ان شاء الله يعجبك يا حبيبه قلبي، انت العسل. عايزه اسالك عن تتبيله حلوه للفراخ المشويه. يا نهار ابيض، ما شفتيش حلقه امبارح؟ ده انا ازعل وازعل وازعل. ما شفتيش حلقه امبارح؟ على اليوتيوب. شوفيها على اليوتيوب هتعجبك جدا، عملنا فراخ مشويه امبارح كان طعمها خرافه ما شاء الله عليها، كانت حلوه جدا. يا شكرا قوي، نورتيني يا قلبي، نورتيني. بصوا بقى كده يا جماعه، انا عملت التتبيله هقول لكم عليها تاني عشان ما تقولوش ايه انت ضحكتي علينا. النهارده لللايف بتاعنا فكروني كان ايه بديل كريمه الطهي. مين طب كتب لنا صح؟ ده احنا قلناها في اول الحلقه كده. كمان السمك الفيليه اهو اتبل معايا 10 على 10 ما شاء الله، زي الفل ولا كلمه. هنجيب بقى شويه دقيق، يلا بينا، وهندقق السمك كله. هندقق يعني ايه يا استاذ احمد؟ يعني ايه هندقق دي؟ حد عارف هندقق يعني ايه؟ مينا عارف هندقق يعني ايه؟ هندقه؟ شكرا. طب حبايبي على اللايف عارفين هندقق السمك يعني ايه؟ حد يكبر بخاطري طب ويجاوب صح؟ في حد جاوب صح؟ هندقق السمك يا جماعه، هندقق السمك، وليها لفظ كمان، هنعرق السمك. يعني ايه هنعرق السمك؟ جاوبوني. هاخد السمك كده
وروح حطاه في الدقيق. تعفيرة بس، كل دي مصطلحات. صوفي على اللايف، برافو يا صوفي، جاوبتي صح على اللايف. وسعاد كمان، حبايبي حبايبي اللي دايما بيكبروا بخاطري والله. بصوا ما بديش طبقة دقيق كتيرة، لأن إيه اللي أنا هعمله صينية ده مش هخليه مقلي، ده أنا بس بديله كده إيه تعفير الدقيق خفيفة علشان ما يتهريش في الفرن. طب لو أنا عايزة أعمل نفس الخلطة الحلوة بقى اللي أنت عملتيها دي، بس أعمله مقلي، بسيطة جدا، اديله طبقة دقيق محترمة وإقليه في الزيت عادي جدا، بس مش أكتر من كده. يعني أنا كأني كده دلوقتي إيه بعمل لك الطريقتين في طريقة واحدة. الزيت سخن قوي قوي، نشيله بس بعيد كده عن النار يهدى شوية على ما نخلص أو كده. بصوا بقى الجمال، وهتشوفوا الصينية النهاردة هتعجبكم جدا 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 مع طبق الجمبري اللي عملناه ده، حاجة بسم الله ما شاء الله، فعلا فعلا مهرجان سمك على حق. الناس اللي دايما تسألني ايه أحلى سمك وأحلى حتة سمك فيليه أعملها، دايما بنقول قشر البياض طبعا لا يعلى عليه، هو رقم واحد، قشر البياض في الفيليه رقم واحد كده اهو بالشكل ده. وريحة التتبيلة طالعة حلوة قوي. فين يا منة؟ لو في حد على التليفون او حبايبنا على اللايف، حد بيسأل على حاجة، حد جاوب صح؟ صافي، صافي بتقول انا اسكندرانية، بس بجد تسلم ايدك على الطريقة دي. يعني بصي بقى يا صافي يا اختي، يعني دي شهادة اعتز بيها، يعني صافي لما تكون اسكندرانية، يعني ايه بقى اصحاب وصفات السمك على حق اللي احنا بنتعلم منهم، لما تشهد لي بقى بالوصفه، لا طبعا دي حاجه كبيره جدا عندي. شكرا يا صافي، اشكرك يا قلبي. بعد كده انا كده عملت السمك الفيليه دققته، هروح بقى واخده المكرونه واروح برده مدياها كده ايه برده تعفير الدقيق كده بالشكل ده، بس لازم قلب المكرونه يتحط فيها دقيق علشان ما تتلسعش من جوه. اهي واضح ان ما شاء الله طبق الجمبري عجبكم جدا جدا، والطريقة عجبتكم جدا، وده طبعا يعني دي اكتر حاجة تفرحني بجد. بصوا كده، وزي ما قلت لكم ان احنا اول الشهر، فبنعمل كده ايه اكلة اللي هي كل فين وفين يعني كده اهو. وادي كده كمان، وادي كده المكرونة كمان جهزت معانا زي الفل، بس كده ادي كده المكرونة كمان اللي هي اصلا دي هتتقدم مقليه، عشان كده انا اهتميت بالدقيق، يعني اهتميت ان انا احط لها دقيق كتير، لكن السمك الفيليه عشان هيدخل جوه صينيه بالخضار ما اهتميتش قوي ان انا احط له دقيق كتير، يا دوبك بس حاجه بسيطه جدا. بعد كده الزيت على النار هنقلي على طول ونطلع في صينيه او طبق عليه مناديل. يلا ماشي ماشي، هنحط السمك بس في الزيت ونطلع فاصل. عينيا. ماشي يا باشا. ايه ده، مش هنرجع فاصل تاني نكمل؟ ده انا لسه هعمل الصينيه، ولا ايه رايك؟ بسم الله. ماشي، بصوا هحط كده السمك في الزيت، هقليه كده اوام على ما هتطلعوا فاصل وهترجعوا لي نكمل القلي ونكمل الصينيه بتاعتنا، وبعد كده نشوف مهرجان السمك بتاعنا نقدمه ازاي مع بعض. فاصل قصير بس هو قناه اتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. قليت السمك كله، تعالوا شوفوا بقى لونه منور ازاي، بس دي مش قليه كامله، انا قليه السمك كده نص قليه بس، لان السمك ده لسه هيدخل الفرن مع الخضار، فيا دوبك انا بس بقليه كده علشان ما يتهريش مني جوه الفرن. بس كده واخد طبقة زيت خفيف، دقيق خفيفة خالص، زي ما بقول لكم كده اسمها تعفيرة، تعفير الدقيق. تعالوا بقى نشوف السمك المكرونة اللي ادينا له بقى الدقيق بتاعه الصح، سمك المكرونة البلدي. بصوا الشكل تحفة ما شاء الله، بص المنظر يا أستاذ أحمد، الله أكبر عليه ما شاء الله. شوفوا، يلا نروح مطلعينه بقى على طول على مناديل كده عشان أي زيت زيادة ينزل على المناديل. السمك المكرونة اوعي تقرصي عليه في القلي، ما بياخدش وقت خالص. بس كده دلوقتي بقى كل اللي فاضل لي اسيب بس السمك المكرونة يهدى شوية، وبعد كده هنقدمه بقى تقديمة كده حلوة
بس على ما يبرد ويتماسك اوعي تقرصي عليه، ده عامل زي الجمبري بالظبط، ما بياخدش وقت في التسويه. تعالوا بقى نعمل الصينيه الحلوه بتاعتنا. هحط كده ووك على النار او حتى صينيه مفيش اي مشكله خالص، واحط فيها شويه زيت. خليكوا فاكرين ان انا واخده معلقتين من التتبيله اللي تبلت بيها السمك، فاكرينها دي؟ بصي يا استاذ احمد، دي لما عملنا التتبيله الاول قبل ما انزل بالسمك عليها خدت منها الاول معلقتين اهي بالشكل ده، دي اللي هطعم بيها الصينيه بتاعتي او الخضار بتاعي حالا. حلو كده؟ الزيت بقى على النار، الخضار كمان مش هيتبل للاخر عشان لونه يفضل مزهزه وحلو كده في الصينيه. فهنعمل ايه بقى؟ يا دوبك كده تقليبه بس على النار، زيت وهنزل ببصل كده. يا ليلى يا لولا، مدام هالة حبيبتي، ازيك يا قمر عامله ايه؟ وحشينا مدام هالة، والله بتصل بيكي من زمان مش عارفه اوصل لك. ليه يا حبيبتي؟ طب الحمد لله على السلامه بقى دلوقتي، اخيرا عرفتي توصلي لي. منوره منوره الشيخ. الله يخليكي، والله ده نورك يا قلبي، والله انت اللي نورتيني يا حبيبتي. احلى اكل السمك، انا اسكندرانيه خلي بالك من بجد والله. طب قولي لي ايه رايك في السمك بتاعنا النهارده؟ ربنا يستر. لا قولي قولي كده، قولي عرفنا نعمله ولا لا؟ جميل جميل، بس طبعا الجمبري بصراحه انا هجربه، انا يعني ما عملتش كده بالكريمه والله. لا جربيه بجد، وعايزاكي لو جربتيه النهارده ان شاء الله تتصلي بيا بكره تقولي لي بقى ايه اخباره وعجبك ولا لا. انا بعمل كل اكلاتك خلي بالك، اكلاتك روعه وجنعة. خلي بالك انا عندي 62 سنه بس بتعلم. ربنا يديك الصحه والسعاده يا حبيبه قلبي، يا رب كده ودايما معانا العمر كله يا رب، اللهم امين. حضرتك مشرفانا والله مدام هاله، كلنا بنحبوكي والله. حبيبتي ربنا يخليكي ليا، ما تحرمش منك يا رب ابدا. تعالوا انا حطيت، نشوف عملنا ايه. حطيت البصل في الزيت وحطيت عليه فلفل الوان احمر واخضر واصفر زي ما انتم شايفين كده بالمنظر ده، ويلا بقى اديها احلى حاجه تخلي صينيه السمك تفحفح. قرنين فلفل حامي كده احمر على اخضر، ماشي. وبعد كده هروح نازله طماطمتين مقطعاهم بالشكل ده، واديها تقليبه حلوه. طيب احنا كده بقى ايه، لسه ما تبلناش الخضار ده، هيتطعم من ايه؟ هيتطعم من ايه يا جماعه؟ طبعا انا ما عنديش وقت ولا الا كنت قلت لكم اكتبوا لي على اللايف بمعلقتين التتبيله اللي خليناهم للاخر اهم. حلو الكلام. وبعد كده هروح حاطه حبيب السمك، شويه الشبت الحلوين، وشويه كرفس عودين، كرفس ثلاثه كده على قد ما تقدري مفرومين كده على بعض. وبعد كده بقى قلبي، وكده خلاص الخضار جاهز معانا. انا بس حاسه ايه، ان انا عايزه ازود رشه ملح، لان المعلقتين بتوع التتبيل اللي حطيتهم دول هيدوا طعم وريحه حلوه قوي، بس مش هيحدقوا الصينيه صح. ندي كده رشه ملح كده ونقلب اهو. وزي ما قلت لكم انا ما بسويش الخضار، انا بس ايه بدبله شويه بس كده عشان على ما يدخل الفرن هو والسمك يكون استوى، ما تلاقيش السمك استوى اوام والخضار بتاعنا لسه حي كده، لسه صحيح كده. فعشان كده انا بديله التشويحه دي وما بنوصلش للاخر. انا كده خلاص طفيت النار، الصينيه بتاعتنا الحلوه فين اهي، بسم الله. هحط كده الصينيه بالشكل ده، شوفوا ازاي. وبعدين هنروح جايبين الخضار.
معانا، بس زي ما انتم شايفين كده الوان الخضار عامله ازاي ما شاء الله عليها. بغطيها في الاول واسيبها كده تغلي غلوتين، وبعد كده اروح يا دوبك كشفاها مدياها بس وش خفيف خالص ما تنشفش معانا، ونطلعها بقى وبالف هنا وشفا. يلا بجد حبايبي والله كده بقى نقول ايه بلغه حبايبنا الاسكندرانيه اللي معانا النهارده اللي بحييهم اللي موجودين معانا. ايوه على اكله السمك دي النهارده الف هنا وشفا لكل حبايبنا. نقدم بقى الطبق المكرونه المقلي، وخليت حته والخضار يا دوبك استوى معاه نص كوبايه الميه اللي حطيناها على الصينيه خلت السمك استوى ازاي ودبل معانا ازاي هو والخضار ما شاء الله عليه. ريحتها طالعه حكايه. الله يخليك يا استاذ احمد، وادي كمان اللي تتاكل نيه والله. يعني لو استاذ احمد جاب لنا اللي هي اللي لسه نيه دي تحسي لا دي عايزه تتاكل نيه. الف هنا وشفا ليكم جميعا يا رب. هسيبكم بقى مع استاذ احمد بقى يوريكم مهرجان السمك والجمبري اللي عملناه مع بعض النهارده. اوعي تنسي طبق الجمبري الاولاني، الجمبري البتر فلاي اللي هو الفراشه اللي عملناه بصوص الزبده والليمون بمنتهى السهوله، بس بجد بجد قلبك هيدق له 3 دقائق تحفه ما شاء الله عليه. الف هنا وشفا ليكم جميعا، واطلعوا اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. زي ما انتم دايما عارفين معايا في اول الحلقه بنقعد نعمل اكل براحتنا خالص، مقليات ماشي، مشويات ماشي، محمر مشمر مسبك، كل ده ماشي، عايشين بقى ايه بمزاجنا براحتنا. بنيجي بقى بعد كده للفقره لا تعالي ايه اللي انت عاملاه ده؟ ايه الاكل ده؟ انت بتخني حبايبنا. طب ما يا جماعه احنا اتفقنا ان الاكل ده نعمه ربنا اللي ما اقدرش ابدا احرم نفسي ولا احرم حد منها، فبلاقي على طول دايما اللي بيدعمنا وبيقف في ظهرنا وبيقول لنا دايما ما تقلقوش خالص هتاكلوا كل اللي انتوا عايزينه، عمركم ابدا ابدا ما هتتحرموا من نعمه ربنا، وفي المقابل هنخسسكم بامان وهنفضل دايما معاكم لغايه ما ناخد بايديكم لبر الامان. ملاك من الملايكة اللي على طول بتدعمنا وعلى طول واقفة في ظهرنا، وأحلى هدايا وأحلى خصومات دايما بتكون على إيديها، ودي اللي منوراني النهاردة الملاك الجميل بتاعي النهاردة خبيرة التغذية يسرى صلاح. ازيك يا حبيبة قلبي يا شفا؟ عاملة ايه؟ عاملة ايه يا حبيبتي؟ وحشتيني قوي قوي قوي. يوم ما اجي لازم تعمل لي قنبلة. ايوه النهاردة قنبلة سمك يا يسرى. لا من اكتر الاكلات اللي انا بحبها والمفضلة عندي جدا جدا، وبتبقى حلوة قوي ان هي ليها تركيز كده، يعني الامهات بتعملها للاطفال او للاولاد عشان هم داخلين على مدرسة او امتحانات، تلاقيهم بيظبط معاهم التركيز. اه بالظبط. طيب طبعا السمك احنا عارفين ان هو غني جدا جدا باوميجا 3 اللي هي بتساعد على التركيز، وكمان كبار السن دايما بنوصف السمك ليهم يا يسرى اللي هم عشان يقوي الذاكره عندهم اكتر. لا اجي داخله المطبخ اروح اقف على انا كنت رايحه فين دلوقتي؟ كنت داخله اجيب ايه؟ نسيت والله العظيم بتحصل معايا كتير جدا. مزبوط. انا كنت رايحه اجيب ايه؟ مزبوط. او مثلا ممكن انادي على مثلا حد من الولاد يجي لي ابص له كده
هو انا كنت عايزاك ليه؟ قول كده قول كده يا ابني. مظبوط. فطبعا السمك زي ما يسرى بتقول هو غني باوميجا 3، مهم جدا جدا. انا عايزه اقول لك ان في دكاتره بتنصح انه يتاكل مرتين في الاسبوع. مظبوط عشان الاوميجا 3 اللي فعلا. فيه. فاحنا عندنا النهارده بقى قنبله سمك. مظبوط. والنهارده مسميه بوكس القنبله. يعني من اسمه هو كده 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 هيفجر كل الدهون اللي عندنا. طيب البوكس بتاعنا جايبه لك من غير خصم، من غير هدايا، انا جايبه لك النهارده خصم وهدايا وبوكس من اول استخدام. هتكلميني تاني يوم تقولي لي انت عامله ايه في الكبسولات مخلياني مش قادره اكمل كميات الاكل. من اول يوم من اول يوم احس بفرق، لان الكبسوله بتاعتي النهارده كلها اعشاب طبيعيه، كلها حوارك عاليه تخليكي تاكلي وبتحرقي القديم والجديد. طيب النهارده خليكي تنزلي 30 كيلو مش 29، بنص الثمن. بنص الثمن. بنص الثمن. يعني معنى كده ان الخصم النهارده ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر 50%. نص الثمن. هناخد عرضين مش عرض واحد كمان. يعني انت هتدفعي نص ثمن الكورس هتاخدي اثنين مش واحد. جايبه لك من كل حاجه اثنين عشان في ناس تقول لي انا الكورس ما كفانيش، او انا خدته انا وحد نفسي اخس انا وجوزي ونعمل تحدي مع بعض. صحيح. ينفع استخدم الكورس انا وهو؟ طب لازم اسالها سؤال، انت محتاجه تنزلي كام كيلو؟ لو قالت لي 10 او 15 كيلو اقول لك استخدمي الكورس انت وحد، لان البوكس اللي معايا النهارده مش اقل من 30 كيلو، فتقدري لو انت حابه تنزلي 30 كيلو او فوق ال 30 كيلو تستخدميه لوحدك. حلو جدا. لو محتاجه انزل انا وحد بقى، انا واختي انا ومامتي انا وبنتي في البيت مع بعض وعايزين نعمل تحدي ونشوف مين هيخس اكتر، تاخدي البوكس انت وهو. ولو انت خدتيه انتوا الاثنين هتدفعي ربع الثمن كمان اصلا. مظبوط. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو اتصلت بالفريق الطبي اقول لهم مثلا البوكس ده انا هقسمه مثلا انا وجوزي. مظبوط. هقسمه مثلا انا واختي. انت عارفه الاخوات اشمعنى انت جبتي ده؟ اشمعنى انت خسيتي وانا لا؟ اشمعنى انت جبتي البلوزه ديت وخناقه على البلوزه وخناقه على الدرس؟ لا احنا النهارده ممكن البوكس انا واختي، انا ومامتي انا واختي انا وصاحبتي نقسمه مع بعض وننزل، لانه بينزل في الشهر مش اقل من 15 كيلو. 30 كيلو معاكي، عايزه بس من وقتك شهرين تختفي كده عن الانظار، تخرجي لهم خسه 30 كيلو. انت عملتي ايه؟ اللي هي فعلا عملتي بوم، عملتي قنبله زي ما يسرى فعلا بتقول. يعني هي بتقول فكره حلوه قوي، لو انت النهارده هتستعملي البوكس القنبله اللي يسرى نازله لنا بيه تقول لك اختفي عن الانظار لمده شهرين بس، ما تخليش كل القريبين منك يشوفوكي، وبعد الشهرين دول هتعملي قنبله انقلاب في حياتك كلها. يعني مش بس اللوك الخارجي هنعمل، يعني كل حاجه هتتغير صحيا كمان، وفعلا كل حاجه هتتغير. قبل ما نعرف بقى محتويات البوكس لحسن تكون مثلا قايله لنا لغايه الساعه كذا ولا كده، الحقوا حالا دلوقتي يا جماعه، اتصلوا على ارقام التليفونات اللي موجوده دلوقتي قدامكم على الشاشه. مش بس كده، نفس الارقام عليها خدمه الواتساب. مش بس كده، شوفوا بقى كل دي تعتبر هدايا مجانيه كمان. نقدر ندخل على صفحه الفيسبوك، الصفحه اهي قدامكم، ودي الصفحة الوحيدة للجروب، تقدروا تدخلوا على الصفحة وتطلبوا النهاردة عرض النهاردة بوكس القنبلة، ودي كلمة بوكس القنبلة بتاعت النهاردة. وزي ما يسرى كده بتقولنا أنا عجبتني الفكرة جدا جدا جدا. لما تتصلوا على الأرقام اللي موجودة دلوقتي على الشاشة هتلاقوا فريق طبي على أعلى مستوى وعندهم خبرة كبيرة جدا جدا في مجال التغذية، يقدروا يوصفوا كل الكورسات المناسبة لكل حالة. يسرى دلوقتي لفتت نظرنا لحاجة مهمة، لو انت هتاخدي النهاردة البوكس القنبلة وهتقسميه مع حد لازم تقولي ده للدكتور أو الدكتورة اللي هيردوا عليك. هتقولي لهم انا عايزه اقسم البوكس مع والدتي مع امي، طب حالتها ايه؟ هتديهم كل المعلومات برضو عن الحاله الثانيه. ده مهم جدا. وما تنسوش النهارده الخصم 50% وبوكس تاني كمان بيغطي مجانا شهر كمان. يعني انت معاكي شهرين زي ما قلنا واتفقنا ان انت هتختفي، هخس، هكلم الفريق الطبي يتابع معايا كل 10 ايام. طب انا بنزل في الاسبوع كام كيلو يا شيف هاله؟ من 4 ل 5 كيلو مش اقل. لو حرقي ضعيف قوي 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 4 كيلو. لو انا حرقي كويس بس مشكلتي ان انا باكل كميات كبيره قوي من الاكل وباكل بالليل وانام، هننزل 5 كيلو اصلا. يعني وانا باكل بالليل وانام، يعني مثلا بس حرقي كويس. لو ستايل حياتي كده مظبوط، لو انا ستايل حياتي انا ما بغيرلكش حاجه. الكبسوله هي اللي بتتحكم في كميات الاكل. طب انا عايز اسالك بقى سؤال، انا اللي هسالك النهارده، يلا، ايه اكتر مشكله بتواجهنا في شكل وفي صحتي وفي حركتي؟
ما انت جاوبتي اكتر منطقه بتضايقنا البطن، المنطقه اللي تحت الحزام بتاع البطن ده اللي بيخلينا غصب عننا حتى لو انت من عند الكتاف قليله لازم تلبسي سايز واسع او سايز كبير او اكبر منك علشان تداري المنطقه دي. طب انا مش عارفه اتحرك، طبعا في بطن كبيره مش عارفه اوطي، مش عارفه انام، طب انا نفسي البس الدرس المعين لازم بيعمل لي وسط، انا بقى مش عندي الوسط ده، انا عندي كرش كبير. انت بالكورس اللي معاكي النهارده معاكي نحت وتثبيت، معاكي سد شهيه وتفتيت دهون، بتعمل ايه النحت؟ بظبط لك شكل الجسم. هتلاقي بعد ال 60 يوم اللي انا مقدماهم النهارده هتلاقي عندك وسط. الناس اللي بتعاني بتقول لي طب انا جسمي كويس بس عندي كرش، في حد تاني انا جسمي مليان دهون من اوله لاخره، هتعملي ايه معايا؟ ده بقى مهمه الفريق الطبي، ان نعرف مشكلتك ايه. انا طبعا مش شايفاك، كله من خلال التليفون، انت اللي هتقولي لي او هتوصلي لي شكل جسمك عامل ازاي، عندي ضغط، عندي سكر، ما بقدرش اتحرك، طب انا شغلي طول اليوم ما عنديش وقت ان انا اروح الجيم، النهارده جايبه لك الجيم في البيت. بايه بقى؟ بالقنبله الكبيره، بحقن الحرق، بالنقط بتعليه معدل الحرق بتاعي 4 أضعاف المعدل الطبيعي. يبقى انت النهارده معاكي 4 حلول لرفع معدل الحرق. هما ايه؟ نقط الحرق بتاعتي، ومعايا انبولات الحرق اللي انتوا طبعا عارفينها. الانبول الوحدي شوف هلا بينزل من 4 ل 6 كيلو، ده غير الوزن اللي هينزل الطبيعي بتاع الكبسوله، بالكورس بقى، بالكبسولات، بالنقط، بالاعشاب. حلو. بالكريم اللي انا مقدماه النهارده مش جايبه لك كريم واحد، انا جايبه لك 2. والله عبوتين كريم النهارده، عشان ناس كتير بتقول لي انا العبوه الواحده ما كفتش كل الجسم. يعني العبوه الواحده ما كفتش منطقه الكرش طول ال 60 يوم، ما كفتش منطقه الجناب او الارداف او الدراعات، النهارده مقدمانك 2 مش واحد. حلو، يعني زودنا كمان النهارده الكريم بقى عبوتين، الكريم السحري اللي احنا اتفقنا عليه يا جماعه وشرحناه قبل كده، وكمان هنسمع من يسرى النهارده ليه سميناه السحري، الكريم السحري. بس ناخد الاول ايمان على التليفون. يا ايمان اهلا وسهلا. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا شيف؟ عامله ايه؟ ازيك يا ايمان؟ عامله ايه؟ ربنا يخليك. الله يخليك يا شيف. ممكن اكلم دكتوره يوسف؟ اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا وزني 110 تمام، وعندي مقاومه انسولين وغده درقيه. طيب. فهل الكورس يناسبني؟ وحاولت كتير الصراحه فشلت في موضوع الاكل. طيب عايزه اعرف سنك كام؟ كلنا سني 45. 45 سنه. طب قولي لي ال 110 دول بقى جم من ايه؟ من الاكل. يعني الاكل، يعني وانت كمان عندك مشكله. اكبر مشكلتك يعني قولي لنا ايه اكبر مشكله؟ الغده. عندها غده درقيه وباخد دواء ليها. عندنا مشكله في الحرق. وطبعا عندي مقاومه انسولين. طيب انت عارفه مقاومه الانسولين دي، انت لو سبتي نفسك 112 او 115 هيبقى يجي لك ايه؟ سكر من الدرجه الثانيه. يبقى انت لازم تلحقي نفسك دلوقتي تكلمي الفريق الطبي، وانا هرد عليكي اقول لك الكورس مناسب ليكي جدا جدا، لان كله اعشاب طبيعيه. هعالج لك مشكله الحرق، هعالج لك مشكله الشهيه العاليه. النهارده البوكس بتاعي فيه كل حاجه هتحتاجيها وانت بتنزلي في الوزن. حلو جدا. اهم حاجه بقى يا حبيبه قلبي هتتصلي على ارقام التليفونات اللي موجوده على الشاشه. قفلت؟ طيب يا ريت تكوني سامعانا دلوقتي. حبيبتنا اللي اتصلت او انتوا كلكم كل اللي قاعدين بيشوفونا دلوقتي، عندكم اي سؤال يا جماعه، عندكم اي استفسار، عايزين تفهموا اي حاجه اكتر، اتصلوا على ارقام التليفونات اللي موجوده دلوقتي قدامكم على الشاشه. الفريق الطبي هيرد عليكم ويفضلوا ياخدوا ويدوا معاكم لغايه ما يعرفوا كل المعلومات عن حالتكم ويوصفوا الكورسات المناسبه. مش بس كده، ده بيفضلوا معاكم يوم بيوم وخطوة بخطوة لغاية إن شاء الله ما توصلوا لبر الأمان وتبقوا راضيين عن نفسكم وتوصلوا للوزن اللي انتوا عايزينه إن شاء الله. كل المتابعة دي تخيلوا المتابعة دي مجانية. مش بس كده، ده النهاردة بوكس القنبلة هيوصل لغاية عندكم الشحن مجانا. ده مش بس كده، ده احنا معانا هدايا في البوكس بقى ايه؟ كتير قوي قوي ما شاء الله. تعالي نشوف كده صور قبل وبعد. يلا بينا ورينا يا أستاذ عبد الوهاب. يلا الصور قبل وبعد. ده انجازات بقى، انجازات القنبله بتاعنا. شايفين بقى زي ما قلت لك ايه اكتر مشكله بتواجهنا؟ هي الكرش. صح. الكبسولات نزلت نسفت اي منطقه دهون مضايقاكي كرش. بقى طب الكرش ده بيعمل لي ايه؟ الكرش ده كل المكان اللي فيه اجهزه، اجهزه الجسم،
انت بتعملي ايه؟ بتضغطي على الكلى والكبد مظبوط، وبتوصلي لها سموم ودهون على الكبد ودهون على الكلى. تعملي ايه؟ لازم تتخلصي تماما من الكرش. 110 كيلو نزل معانا 35 كيلو في شهرين. طبعا هو باين في فرق كبير، احنا بنظبط شكل الجسم جدا جدا. يا شيخ هي بنغير شكل العنصر الرجالي كمان بيبقى النزول اصعب، بتبقى الكتله العضليه عنده اتقل من الست، فبتاخد وقت طويل قوي عقبال ما تنزل. كان عنده مشكله ان هو بياكل كتير، بياكل كتير وشغال سواق يعني طول اليوم قاعد باكل وانا قاعد، بتساهم في موضوع البطن كمان. طيب انا باكل وبنام بيحصل ايه؟ بيتكون لي دهون على منطقه الكرش. لازم حاجه قويه تبدا تنسف كل الدهون زي اللي في الكبسولات بتاعتي النهارده. طب 9 منتجات يا شيف هاله، 9 منتجات النهارده، 9 منتجات بقدمهم لكل جمهور الشيف هاله اللي بيتفرج علينا ولازم ينزل في الوزن. تعالي طب الاول بس نشوف الاول صوره ثانيه. يلا بينا، يلا يلا يا عبد الوهاب نشوف صوره ثانيه. بصي بقى الست بقى شايفين برضو منطقه الكرش دي بقى عندها دهون من اول وشها لحد رجلي تحت، مليان دهون، وشي مليان، منطقه الصدر، منطقه الكتاف، البطن، الجناب، الارداف، عملنا نحت للقوام طبعا، ظبطنا شكل الجسم جدا. برافو عليها يا يسرى يعني ان هي خدت الخطوه دي اول حاجه طبعا. وان هي وثقت في ان هي تاخد كورس تخسيس وان هي تابعت مع الفريق الطبي، دي حاجه مهمه جدا ان انا اخد الكورس واتابع، عشان كده بقدم لكم المتابعه مجانيه. انت ايه رايك بقى بعد التغيير؟ طبعا باينه جدا، انا بجد بحييها من هنا وبشجعها على القرار والخطوه، وهي غيرت حياتها وكمان خدت بالها من صحتها. طب بصوا طبعا بقى شايفين بقى انتوا كمان الكرش دي اول حاجه بتنزل معانا. الناس تقول لي انا عملت دايت كتير قوي 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 ومنطقه الكرش ما بتنزلش، احنا بقى معانا الكرش اول حاجه بتنزل، ما باينه جدا اهو، هتلاقي فرق ونحت قوام. انا مش بنزلك وبسيبك، فهمي بقى حبايبنا على الصوره دي كلمة النحت بقى عملت ايه؟ شايفين الوسط، شايفين جسم متناسق. انا بظبط لك شكل الجسم بالكبسولات التانية اللي معايا اللي هي نحت وتثبيت. احنا نسفنا كل الدهون اللي في منطقة البطن بالكبسولات الاولانية اللي بتعمل ايه؟ بتسد الشهية وتفتت الدهون، دي كل مهمتها. بديكي كبسولات تانية النهاردة اللي انا بقدمها لك هدية، دي اللي بقى اللي بتعمل نحت وتثبيت الوزن بعد نزوله. يعني ايه؟ يعني ال 30 كيلو اللي انت هتنزليهم مش هنرجعهم جرام طبعا. وبصي انا بس عاجبني حاجه، تحسي كده ايه ان العضلات ظهرت. مظبوط، يعني احنا لما بنخس كل حاجه بقى بتبان. انا بظبط شكل الجسمي، بتحس اكنك بروح الجيم كل يوم. انا جايبه لك جيم في البيت زي ما قلنا في اول الحلقه، بايه؟ بالنقط والامبولات الحرق اللي معايا. طب 9 منتجات عليهم خصم 50% على الكورس الاولاني، هتاخدي كورس كامل هديه اللي فيه ايه؟ اللي فيه الكريم السحري اللي انا اللي بالكولاجين وبالالوفيرا. الالوفيرا بتعمل ايه؟ بترطب الجلد. علشان ايه؟ علشان ما يحصليش خطوط بيضاء وحمراء، دي مهمتها. طيب الكولاجين بيعمل ايه؟ علشان يشد الجلد او الترهلات اللي بتحصل بعد نزول ال 30 كيلو. انا طبيعي انزل 30 كيلو هيحصل لي ترهلات وده رد فعل الجسم. اعمل ايه بقى؟ اديله الكريم. طب ناس كتير الكريم ما بقاش يكفي معانا كل الجسم، اعمل ايه؟ النهارده جايبه لك 2 كريم واتنين أنبول حرق واتنين نقط واتنين أعشاب وعلبتين كبسولات. 9 منتجات هيوصلوا لك لحد الباب البيت. الشحن مكان. قولي لي تاني، انت عارفه كلتيني في الكلام كده. هقول لك كل حاجه بالتفاصيل وكل حاجه بتعمل ايه عشان حبايبنا يعرفوا اللي هيتصلوا دلوقتي هيوصل لهم ايه لغايه باب البيت. قولي لنا بقى. بصي بقى يا شيفاله، الكورس بتاعنا كله على بعضه 9 منتجات. تمام. اول حاجه بشتغل عليها هي كبسوله سد الشهيه. يبقى احنا معانا علبه كبسولات تكفي معايا لمده 30 يوم. دي بتسد الشهيه وبتفتت كل الدهون اللي مضايقانا، منطقه بطن، جناب، ارداف، كل الدهون دي هتتفتت. طب العلبه الثانيه بتعمل ايه؟ لمده 30 يوم كمان للنحت وتثبيت الوزن بعد نزول. يبقى احنا عملنا ايه بقى يا شيف هاله؟ سدنا الشهيه، فتتنا كل الدهون، نحتنا الجسم وثبتنا الوزن. يعني الدهون القديمه اللي هي بقى مختزنه بقى لها بقى سنين كتير بقى وسنين طويله، الكبسوله بتبتدي تفتتها الاول، لان طبعا تبقى دهون صلبه جدا، بتفتتها وبتقضي عليها. والميزه كمان انها بتقضي على الخليه الام اللي هي اصلا بتكون كل يوم دهون. مسؤوله انت اول حاجه بتاكليها بتروح هي واخده جزء وبتسيب لك جزء. طب انا دلوقتي عايزه اقضي عن الخليه الدهنيه اللي بتكون لي كل يوم دهون وبتعمل لي منطقه بطن وجناب وارداف. الكبسوله هي اللي بتعمل او مهمتها ان هي بتعمل كده، بتسد معاكي الشهيه، بياخد حيز كبير قوي من المعده، المعده بتاعتي بتبقى كده، بياخد حيز منها كبير قوي بالالياف اللي موجوده في الكبسولات، بيبقى حبه صغيرين. عشان كده بيقولوا لنا انت مش هتقولي لي لا ما تاكليش، الكبسوله هي اللي هتقول لك لا ما تاكليش. وطبيعي وطبيعي من غير ما حد يقول لك كلي ده او ما تاكليش ده. يعني سفره زي اللي شيف هاله عاملاها، ينفع تقولي لهم لا انا عامل دايت النهارده؟
او انا بنزل في الوزن لا مش هاكل، لا هتاكلي وهتنزلي في الوزن بامان مليون الميه، لان البوكس كله على بعضه كله اعشاب طبيعيه. طب النهارده زي ما قلنا قدمنا اربع حلول لمشكله الحرق، الغده الدرقيه، مشاكل الرحم، المراره، حتى لو انا معدي سني معدي ال 30 سنه او باكل بالليل وبنام، طب انا عايزه احرق كل الدهون الموجوده القديمه والجديده اعمل ايه؟ جايبه لك اتنين انبول حرق. قبل الناس اللي ما تعرفش عليهم، عشان بس عبد الله معانا على التليفون، ناخد استاذ عبد الله. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك. ازي حضرتك يا شيف؟ انا بكلم الدكتور. اتفضلي. اتفضل حضرتك. ياسر معاك. دكتور ياسر، ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. كنت بستفسر عن حاجه بس. انا عندي والدتي عندها 65 سنه وعندها ضغط وسكر وفي خشونه. اوكي. فهل الكورس كده هيبقى مناسب لسنها والحاله الصحيه بتاعتها؟ طب عايزه اعرف وزنها كام؟ وزنها 95. 95 كيلو سنها؟ 65. 65 سنة، حلو قوي. الكورس مناسب من سن 12 لحد 70 سنة. ما قلقش تماما خالص ان انا اخد كورس تخسيس او اديه لوالدتي. الكورس هيبقى مناسب ليها قوي. هنزلها في الوزن 30 كيلو في شهرين، سن كبير او سن صغير شفالة، هنقدر ننزل 30 كيلو بامان مليون المية. بس اهم حاجة ان انت تلحق بسرعة تستفيد بالخصم وبالهدايا اللي انا مقدمها النهاردة، لان الهدايا والبوكس الكبير اللي معايا النهاردة لحد الساعة 6 بالليل. والله انا كنت حاسة. انا قلت لكم يا جماعة في الاول، قلت لكم يا جماعة ابتدوا دلوقتي، من دلوقتي على طول اتصلوا على رقم التليفونات اللي موجودة على الشاشة، عشان انا كنت عارفة ان هي بعد ما هتقعد بقى تقول لنا الهدايا الجميلة وبوكس القنبلة اللي هي جايباه النهاردة في الاخر خالص، لازم بعدين تروح قايله لنا حتة ايه لغاية الساعة كمان ستة. ستة يا ماشي. شيخ هيل عامل لك خصومات كبيرة قوي النهاردة. السعر بتاع الكورس انتوا لما تسمعوه هتقولوا ازاي تسع منتجات بالسعر ده. هو بس اللي هيخلينا نسامحك ان الهدايا كتير وكلها قيمه جدا، وكل هديه منهم ليها سعر لوحدها بره لو هنجيبها من بره، زائد ان النهارده كمان الخصم كبير جدا مع الهدايا الكبيره. يعني هي فعلا النهارده يسرى جايه فعلا تفجر لنا قنبله سواء في الخصم او في الهديه. فيلا يا جماعه على طول نتصل على ارقام التليفونات اللي موجوده دلوقتي قدامكم على الشاشه. خدمه الواتساب يا جماعه موجوده ومتوفره على نفس ارقام التليفونات اللي قدامكم دي. مش بس كده، ده احنا كمان صفحه الفيسبوك اهي قدامكم، تقدروا تدخلوا على صفحه الفيسبوك من خلالها مثلا تدخلوا على الرسائل او تكتبوا كومنت تحت الحلقه بتاعتنا النهارده وتطلبوا بوكس القنبله النهارده. ما تنسوش كلمه السر للبوكس بتاعنا النهارده، بوكس القنبله اليسرى جايبه لنا. الشحن مجانا والمتابعه مجانيه طول فتره الكورس. يعني احنا النهارده الكورس بتاعنا كده مدته على بعضها شهرين، 60 يوم. زي ما قلنا هنختفي 60 يوم. تخرجي بقى للناس انت عملتي ايه؟ اكيد عملتي عمليه. اي حد بيكلم اي حد بيتابع معانا يقول له انت عملت ايه؟ اكيد مفيش كورس تخسيس، اصل احنا جربنا منتجات كتير قوي ما نفعتش معانا، جربت دايت كتير قوي او انواع دايت كتير قوي ما نفعتش معايا. انت عملت ايه؟ من هنا بقى بيوصل لنا بقى، انا قريبي خد الكورس، انا اختي خدت الكورس وخست معاكوا، انا عايزه كمان اخس. حلو. كلمه عايزه اخس اللي انتوا هتكلموا الفريق الطبي دلوقتي وتقولي لهم كلمه واحده، عايز اخس بس. هو بقى ايه بيكلمك؟ اعرف سنك، وزنك، حالتك الصحيه ايه، مشكلتك ايه، بناكل كتير ولا حرقنا ضعيف، باكل وبنام. طب لازم اعرف كل الحاجات دي او كل المعلومات دي علشان اوصل لك الكورس اللي من اول يوم تقول لي انا حاسس بفرق كبير قوي، تكميم للمعده طبيعي، سد شهيه طول اليوم، تفتيت كل الدهون. كمان الهديه او المفاجاه الكبيره اللي انا بقدمها لكم كبسولات كامل للنحت والتثبيت. يعني في ناس بتاخد كورس سد شهيه وفتت كل الدهون عادي وانزل الوزن اللي انا عايزاه، بس عايزه انحت شكل الجسم، فبتضطر ان هي تاخد كورس كمان. النهارده الجسم بقى على شكله بقى الطبيعي، او قبل بقى قبل الجواز او قبل الولاده او الخلفه المتكرره مره واثنين وثلاثه او عمليات القيصري الكتير اللي بتبوظ شكل البطن. النهارده الخطوط او علامات التمدد اللي حصلت طول فتره الحمل، الترهلات بعد نزول الوزن او الترهلات بعد الولاده، انسي النهارده، انسي كل المشاكل دي بالحل السحري اللي انا مقدماه، عبوتين كريم. حتى لو انت هتستخدميها انت وحد، هو هياخد عبوه وانت هتاخدي عبوه، انت هتاخدي انبول حرق وهو هياخد انبول حرق، وهنقسم الكبسولات والنقط والاعشاب. طب الاعشاب دي مهمتها ايه في الكورس يا شفاء؟ الاعشاب دي حاجه مهمه قوي في في الكورس اللي انا مقدماه النهارده. ليه؟ زي ما قلنا انا هيبقى عندي سموم في منطقه البطن او على الكبد او على الكلى، انا عايزه انضف كل الجسم من السموم دي او اخرج كل الميه الضاره اللي بتعمل لي ثبات للوزن. في ناس كتير ما تعرفش ان الميه الضاره دي بتعمل لي ثبات للوزن، حتى لو ما باكلش كتير انا مش هنزل.
لو في ميه في الجسم، ميه ضاره او سموم، انا مش هعرف انزل الجسم ينزل تاني. مصبوط. طب ما تيجي كده نشوف بقى صور تاني كده، حالات تاني كده حلوه من حبايبنا اللي خدوا البوكس ونزلوا عليه. بصي بقى الفرق، شايفين النحت اللي انا بتكلم عليه دلوقتي؟ يعني جدا 52 جداً. سنه 52 سنه ونازله معانا 38 كيلو في شهرين. حلو يعني قوي. انا بقول المتوسط بتاع الكورس 30 كيلو، هي نازله 38 كيلو في شهرين، دي حاجه حلوه قوي 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 على سنها والوزن اللي هي كانت فيه 95 كيلو شفحلها. وصغرت يا يسرى طبعا، يعني لو بصيتي للصور تشوفي شكلها كانها صغرت. لا واهم حاجه ايه، حاطه ايديها في وسطها. ثقه ثقه. انا واقفه مبسوطه بتصور براحتي، مش عايزه اداري منطقه معينه في الصور او البس لبس واسع عشان اداري منطقه الكرش او الجناب او الارداف. خدت الكورس استفادت بالعرض والخصومات. لازم تاخدي الكورس بتاع النهارده علشان تتخلصي تماما من 30 كيلو. تعالي نشوف الصوره الثانيه، يلا بينا نشوف صوره ثانيه برضو كده. بصي بقى القنبله الكرش الصغير المتراهل اللي عند الرجاله، منطقه التسدي عند الرجاله بتبقى محرجه قوي. شايفين احنا بنخلصك تماما من اي مشكله بتواجهك في نزول الوزن، زي ايه؟ ان انا مش عايز حد يحرمني عن الاكلات اللي بحبها، مش عايز حد يقول لي اعمل مجهود، انا جايبه لك المجهود او الجيم في البيت. شايفين انا عاجبني قوي يا يسرى العنصر الرجالي بالذات اللي بيخسوا بتحس ان في عضلات ظهرت او عارفه اللي هي عملوا فورمه يعني الجسم كده. بتبقي الدهون مخبيه كل ده مخبياها. فلما تنزلي منطقه الدراعات او البطن هتلاقي بقى السكس باكس بقى كده باينت والعضلات باينت. فانت لازم تنزل في الوزن مش عشان شكلك، اهم حاجه عشان صحتك. نشوف كده كمان صوره صحيا، دي اهم بصوا حاجه. بصوا بقى لا بصي بقى دي واثقه واثقه يعني ما شاء الله عليها، الله يبارك لك والله بجد، شاطره جدا جدا ان انت عملتي كده وخدتي الخطوه والله ما شاء الله. ثلاث شهور يا شيف هيلا، ثلاث شهور متخلصه من وزن 42 كيلو. شايفين منطقه البطن فلات، انا هخلي منطقه البطن اللي مضايقاكي دي تتناسف تماما. الصوره دي عظيمه بجد، الصوره دي حلوه جدا جدا، يعني شايفين الفرق يا جماعه؟ لا والحلاوه كمان ايه، واقفه بتتصور بالجنب بالجنب يعني عايزه اوريكم باكد لكم. شايفين الجمال؟ لا والله ما شاء الله عليها، الصوره دي فعلا كفيله لوحدها ان هي تدينا حافز كبير جدا. لسه في امل يعني. بصي هي كانت مشكلتها ايه؟ مشكلتي عندي دهون موضعيه، يعني انا جسمي ممكن يكون مظبوط او كويس انا قبلاه، بس عندي منطقه البطن كبيره قوي. هتقدري تخلصيني من البطن دي؟ قلت لها خدي الكورس وكلميني بعد ما تخلصي الكورس. شايفين الفرق كبير قوي ازاي؟ منطقه البطن المنحوته ده اللي انا بتكلم عليه النهارده، ان انا جايبه لك كبسولات كامله لمده 30 يوم لنحت الجسم. يعني ايه؟ يعني انت البطن الكبيره قوي دي عايزاكي تختفي تماما. هتلاقي بطن منحوته تماما، هتقدري تلبسي اللي انت عايزاه بامان وبشكلك يبقى حلو، ما بقاش لابسه سايز من فوق كبير ولابسه سايز او الوان غامقه على طول. وكل اللي يشوفها يا بنتي، هو انت ليه ما بتلبسيش الوان سنك؟ ليه ما بتلبسيش كده الموديلات الحلوه؟ عيشي، عارفين كلمه عيشي عيش سنك. كل اللي يشوفها يقول لها عيشي سنك، هي بينها وبين نفسها عيش سن ازاي؟ طب وكل المشاكل اللي في الجسم دي تتدارى ازاي؟ اعمل ايه فيها بالظبط؟ طيب تعالي بقى كام سؤال من اللي دايما بيسالوه لنا على الصفحه، سواء الصفحه عندكم او عندي، ولازم كل حلقه نرد عليه. اول سؤال معانا، لو مثلا احنا عندنا حد مريض ضغط، مريض قلب وبياخد ادويه وماشي عليه على طول، اللي هم مثلا اصحاب الامراض المزمنه، هل البوكس او كل منتجات البوكس النهارده تتعارض مع ادويه بتتاخد لامراض طبعاً مزمنه؟ طبعا السؤال ده مهم قوي جدا، وبحب كل الناس تساله لي. ليه؟ عشان تبقي مطمنه، ما تبقيش واخده حاجه وتقولي لا انا خايفه اجربها. انت هتاخدي الكورس اللي كله اعشاب طبيعيه يا شيف هاله، من اول الكبسولات لحد الكريم. تمام. كلها مكونات طبيعيه، انا بساعدك ان انا اقفل لك الشهيه بايه؟ بالالياف. الالياف دي طبيعيه مليون في الميه، كلها ما فيهاش سعرات حراريه، بتاخد حيز كبير من المعده وبيبقى حبه صغيرين، ده اللي بقول لك فيه كلي اللي انت عايزاه. يعني احنا ايه؟ بنشتغل على المعده، ما بنشتغلش على اي حاجه تانية تماما. طب المعده بطريقه امنه، بحس ان انا شبعانه صحيه 100%. هي زي ما يسرى بتقول يا جماعه، عشان بس تبقوا فاهمين الفكره ببساطه، احنا بنملى المعده بالياف طبيعيه، كل ما هنديها ميه كل ما تنفش اكتر وتملى المعده اكتر واكتر. اول حاجه بتحصل حاله الجوع، وان انا ماشيه رايحه جايه في الشقه لقط بلاقيها اختفت تماما من اول يوم، ما انا معدتي اتملت طول ما انا حاسس ان انا شبعان يبقى انا كده بخس بس. صح.
صح. مين اللي هيعمل لك او يقول لك لازم تبقى شبعان طول الوقت؟ هي الكبسولات. الكبسوله. طيب عايزه اسرع معدل الحرق بتاعي، انا الحرق بتاعي ضعيف قوي او سني معدي 30 سنه او عندي مشاكل صحيه هي اللي مخلياني غصب عني مش عارف احرق. طب السؤال التاني، انا قلت لك في كام سؤال كده مهما نجاوب عليهم بنرجع نتسالهم تاني. انا دلوقتي عندي ابني او بنتي ابتدوا مثلا ايه اعدادي او داخل ثانوي، بس ابتدى يدخل في مرحله السمنه، طبعا رايح جاي مع اصحابه، بياكلوا بره، بيشربوا مش عارف مياه غازيه، الحلويات طبعا على طول، فابتدى كده يبان عليه السمنه. اقدر اقول ان الكورس ده مناسب لابني واديه له من سن كام؟ من سن 12 سنه اقدر اديله الكورس عادي جدا وبامان. من سن 12 سنه هديله الكبسولات، ما فيهاش حاجه، كبسولات عليها كوبايتين ميه. هو هيجي يقول لك انا حاسس ان انا شبعان، انا مش قادر اكل زي الاول، وفكره او كلمه انا مش قادر اكل زي الاول دي ده نجاح الكورس بتاعي، ان العميل او الناس اللي متابعه معايا تكلمني اول ما تاخد الكورس او الكبسولات تقول لي انا شبعانه، بس خلاص كده انا ماليش نفس ان انا اكل. بدايه طريق النجاح وبدايه الطريق الصح. يا جماعه احنا عايزين نغير الثقافه عند الامهات، بمعنى بلاش اللي احنا اتربينا عليه وطبعا ثبت ان هو غلط لازم تخلصي الطبق عشان الطبق يدعي لك، لا سيبوا الاطفال ياكلوا على قد وجبتهم عشان معدتهم ما توسعش وما تكبرش، وبعد كده نشتكي من هي السنة. هتيجي اللي هتعاني بعد كده يا شيفه هاله. كمان العرايس، انا داخل دلوقتي على جواز لازم انزل في الوزن، فانت النهارده معاكي بوكس كبير قوي تسع منتجات بسرعه، يلا تسع منتجات بخصم 50% بس لحد الساعه 6 بالليل معاكي. مسامحاكي النهارده بس على حته الساعه 6 دي عشان الهدايا قيمه جدا وغاليه، وعلشان الخصم كمان كبير، والله لولا السببين المهمين دول ما كنتش وافقت يسرى خالص على موضوع الساعه 6 ده. لكن فعلا انبولات الحرق دي يا جماعه ثبتت وجودها وثبتت فعاليتها ومهمه جدا جدا في السوق، ولو لقيتوها شوفوا ثمنها لوحده بكام. النهارده جايه هديه مجانيه، والكريم السحري بتاعنا كل مره كان بيبقى عبوه، اول مره ينزل حصريا معانا في ست الحبايب عبوتين كريم يغطوا معاكم ال 60 يوم. اتنين كريم واتنين حقن واتنين علبتين كبسولات ومعاكي علبتين اعشاب، كل البوكس اللي معايا النهارده ده بخصم 50% يوصلك لحد باب البيت مجاني. يعني ايه؟ يعني انت هتخسي كده كده. شكرا يا اسره، نورتيني يا حبيبه قلبي، نورتيني، اشكرك. اشكركم على متابعتكم الكريمه، ودايما بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الحلقه من اولها لاخرها تعجبكم وتنال رضاكم، واشوفكم على خير ان كان لينا عمر ان شاء الله في حلقه جديده تعجبكم اكتر واكتر، والسلام عليكم.